أنا لينا الشهراوي، عمري 17 سنة، سكان غزة الصبرة. طبعا أنا فقدت عيلتي بشكل كامل، من أمي وأبوي وأخواتي الثلاثة، ضلنا عايشين أنا وأختي. فالقصة إنه إحنا نزحنا من أول حرب عند عمتي اللي في الرمال، ساكنة في الرمال، فكان هناك عندها مشكلة المي، مشكلة الغاز، فاضطرينا نرجع على بيتنا ونقضي احتياجاتنا نرجع تاني عند عمتي. فإحنا دايما كنا نروح مع العيلة، ففي اليوم اللي ما رحنا فيه لا أنا ولا أختي، استشهد كل عيلتي، انقصفت الدار اللي فيها، أمي وأبوي أخواتي الثلاثة، وفي بنات عمي كلهم ما عدا عمي، يعني حوالي 14 نفر استشهدوا في العيلة. وضلينا أنا وأختي عايشين الحمد لله. هاي نو، وإحنا هلأ نازحين في دير البلح عند عمتي ساكنين، عايشين في خيمة. طبعا بنعاني من هذا الاشي، مشكلة المي وما في اكل، مشكلة الشوب كمان، ما في اكل صحي. فاحنا هلا عايشين عند عمتي، وعمتي هي وصية علينا. او طبعا بعد ما فقدت اهلي حسيت بالوحدة، وحسيت انه فقدت اشي كبير بهذاك الوقت. وكنا يعني احنا قاعدين مبسوطين عند عمتي، بس لما تلقينا الخبر انصدمنا وكتير حزننا، متوقعناش يعني، وكان نفسي نضلني يعني مبسوطة معهم. رسالة بوجهها للعالم انه جد كل واحد يحافظ على عيلته ويقضي الوقت حلو كتير معهم، لانه الصراحة انا كتير بندم على شغلات، انه انا ما كنتش كتير يعني قربة من عيلتي، يعني بندم اني ما كنت احضنهم، ما كنت اتصور معهم. بس انه يعني بتمنى انه تقضوا وقت كتير كويس معكم وتحافظوا عليهم. منى سيد علي الشهراوي، انا عمتهم للبنات. هم يعني بعد الصدمه اللي تعرضوا لها انا اصريت انهم يكونوا معي عشان ادير بالي عليهم. هم يعني كانوا عايشين مرتاحين ومبسوطين، بس بعد الصدمه اللي هم عاشوها يعني انا اصريت انهم يكونوا معي عشان ادير بالي عليهم واحافظ عليهم، ويعني عشان يعني ذكرى كمان. هذول من ابوهم وامهم ومن عيلتهم، هم اللي ضلوا، ما ضلش حدا غيرهم. يعني انا برضه عشان ادير بالي عليهم، وانا هم بيحبوني وانا حنونه عليهم، يعني واحنا بنحب بعض يعني مع بعض، والحمد لله يعني الله عوضني خير. انا يعني ما فيش ما عندي اولاد ولا عندي خلفه، هم الله عوضني عليهم، عوضني فيهم خير ان شاء الله. احنا بعد ما انقصف بيتنا وما صارش لنا في بيت، احنا نزحنا جينا على انصراط، على البحر انصراط، والعيش صعب هنا يعني، واحنا عايشين بخيمه وفيش اكل صحي ولا في يعني مقومات للحياه، يعني انه احنا نعيش عيشه منيحه، والعيش صعب كثير يعني، وهيك الحمد لله شوي شوي بنتغلب ونعيش. يعني بعد الواحد ما كان عايش ببيت وبعدين يجي يعيش بخيمه، صعبه والله، ودبان وفيش يعني حياه، في الخيمه فيش فيها حياه، الواحد الحياه صعبه في الخيمه وحر كثير كثير، شوب يعني الواحد بيقدرش يعيش فيها. وانا بطالب من المؤسسات اللي بترعى يعني الايتام، بترعى اللي زي هذول، انهم يعني ينظروا لهم نظره عاطفه وحنيه، يعني انهم هذول فقدوا كل عيلتهم، يعني انهم يساعدونا انه الواحد يعيش، يعني عشان العيش صعب يعني، لازم هم احنا لازمنا مساعد، يعني انهم يساعدوهم هذول اللي زيهم، هذول الاطفال يعني بيحتاجوا حاجات كثيره، يعني هنا فيش ولا شيء، وكل الشيء العيش صعب وغالي، كل شيء غالي، يعني ما نقدرش احنا نلبي لهم كل طلباتهم، ما بقدرش البي لهم كل طلباتهم، طلباتهم يعني هم بسيطة، بس إنه الواحد ما بيقدرش، كل إشي غالي، يعني إحنا بنطلب منهم يساعدونا، يعني يرأفوا بحالهم للأطفال هذولا.